أهلا وسهلا فيكم من جديد. وإقبال جماهيري غير مسبوق كان من نصيب مهرجان الفكر الجديد. المبادرة الأولى من نوعها ليس فقط في الأردن وإنما أيضا على مستوى الوطن العربي. المهرجان كان أشبه بتظاهرة فنية ثقافية فكرية إبداعية تحفيزية، وكان فيها الكثير من الطاقات الإيجابية والتجارب الملهمة. شارك في هذا المهرجان أكثر من 200 متحدث بالإضافة للعديد من الفرق الموسيقية والفنية. على العموم حتى ندخل بأجواء تفاصيل هذا المهرجان اليوم، بسعدنا وبشرفنا أنه يكون معنا ثلاثة من نجوم مهرجان الفكر الجديد اللي بدنا نصبح عليكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بدي أبلش من عندك دانا جويحان، وحضرتك مدربة ومستشارة في التدريب والتطوير. تهام النابلسي أهلا وسهلا فيك، وخالد الأحمد، وحضرتك باحث في الإعلام الاجتماعي. صباح الخير. نعم صباح الخير. وبدك تسمح لنا نبلش مع الصبايا ladies first. نبلش معك تهامة، فكرة جديدة كليا يعني وبامتياز، يعني كانت موجودة بمهرجان الفكر الجديد. كان في عناوين رئيسية للإبداع والفكر وأخذت ثيم الحارات تقريبا. دخلينا بأجواء المهرجان، إيش الفكرة كانت من وراء انطلاقه أو التفكير في بداية، ويعني بشكل عام كيف يعني إيش الحارات اللي كانوا موجودين بمهرجان الفكر الجديد؟ أهلا وسهلا فيكم. الفكرة من المهرجان كانت هي دعم الاقتصاد الفكري والإبداعي الخاص بالشباب. فكرة الحارات هي عبارة عن 10 حارات مختلفة بتغطي أشياء مختلفة بالأردن. نبدأ بحارة أنا أحب الأردن، حارة الابتكار، حارة الريادة، حارة المبادرات المجتمعية، حارة الفنون والثقافة، حارة البيئة، وحارة الإنترنت والتواصل. نعم. عشان رح نحكي عنها مع الأخ خالد، والنجاح مع دانا. والنجاح رح نحكي مع دانا. وأعتقد العقل والجسد هاي كتير لفتت نظري. يعني الملفت في المهرجان، وهذا أكيد كلكم لمستوه لأنكم كنتوا مشاركين ونقلتوا تجاربكم الإيجابية، إنه كان موجه تقريبا لجميع الأفراد، بيساعدهم لما بننقل إحنا نماذج إيجابية عم بيساعد الأفراد بحياتهم الشخصية والحياتية، لكن كنا نحس إنه المسجز أكثر موجهة للشباب. ما بعرف، كان كتير في دور تحفيزي للشباب. كان أنا حسيت أنه الهدف كتير لهم أنهم يطلعوا من أي دور سلبي ممكن يمروا فيه أو إحباط ممكن يمروا فيه. صح. الهدف الرئيسي أنا حسيت أنه تحفيز. ردود الأفعال كانت إيجابية منهم لدرجة أنه كانوا يلحقونا أنه هالقد كانوا مبسوطين وإيجابيين أنه هلأ بدنا نبلش، هلأ بدنا نتحرك. قد ما حسوا أنه التجارب واقعية، ما كان طبعاً في تنظير، طبعاً كان كلها قصص نجاح قدامهم. صح صح. فكان إيجابي كتير، الأفكار كانت ملهمة وكان فيها كتير تفاعل بين المتحدثين والأشخاص اللي قدامهم عم بيحضروا. فهذا شجعهم كتير وحفزهم أنه يسألوا أسئلة، يتفاعلوا، يحسوا أنا بدي أكون زي هذا الشخص أو أنا بدي أتعلم من هذا. صح. الشخص. يعني ما أنه حضرتك مختص بال يعني التواصل أو المواقع التواصل الاجتماعي، قدي ساعدت إنه هالمواقع بتساعد في نشر مثل هاي الفعاليات أو ترويج مثل هاي الفعاليات ونشر ثقافة جديدة من خلال المواقع؟ أكيد. هلأ بالنسبة للشباب إنه 33% من الشعب الأردني موجود على الفيسبوك، و77% من الفيسبوك شباب تحت سن 35. لما كان المهرجان قائم كنت انا عم بصور فيديو وصور، وكنت تلقائيا عم بنشرها على الفيسبوك، وهذه كانت بتعطيها صدى مش بس داخلي، صدى اقليمي كمان وجلوبال. فالتواصل الاجتماعي بيعطي اكسبوجر كبير وصدى كبير لياتا فعالية أو حدث جديد، وخاصة الأفكار الجديدة عقد ما مرات بيكون نتائجها إيجابية عقد ما بدنا نكسر شوي الآيس يعني أو الجليد معها. بدي أرجع لك دانا أنت شاركتي بحارة النجاح تحديدا، ويعني ما بعرف إذا شهادتي رح تكون مجروحة، لكن أنت ما شاء الله عليك قصة نجاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني في تحدي بحياتك وربنا امتحنك بامتحان صعب، لكن ما وقفتي عند هذا الامتحان. يعني احكي لنا عن تجربتك الشخصية إذا ما عندك مانع، وشو اللي دفعك إنك توقفي قدام جمهور كبير تنقلي هالرسائل الإيجابية لإلهم؟ حديثي كان مع إنه قصير بس كان هدفه إنه أنا حابة كتير أوصل فكرة إنه النجاح
عادة كان عنوان حديثي انه هو الاي بليم ذس تايم، على مين بدي القي اللوم، على مين ناوي احط الحق هالمره. انا كنت حابه اركز على قاعده كثير مشهوره اللي هي 90 على 10، انه انا عندي 10% بحياتي بتجيني بشكل غير متوقع، بدي اسميه انا قضاء وقدر، ولكن زي ما اجاني 10% في عندي 90% الله اعطاني اياها عشان انا اتعامل واشوف كيف بدي ادبر حالي مع العشرة بالمية الصعبة. بوضعي انا قبل 3 سنين، انا الي اكثر من 15 سنة مدربة، دائما بحكي هذا الحكي وبعطي النصائح، بس انحطت علي الاضواء انه يلا يا دانا انت بتعطينا النظريات، ورجينا كيف بدك تثبتي هل كلامك صحيح ويطبق. شخصوني بمرض شوي صعب، معلوماتي عنده كانت شوي محدودة، اللي هو التصلب اللويحي الام اس المالتيبل سكلروسس، وكانت صدمة لانه انا من الناس اللي ما بمرض، هو مرض اوتو اميون ديزيز، هو مرض لا يصيب الا اصحاب المناعة القوية. يعني انا جدري لسه مش مرضانة ما شاء الله، الحمد لله يعني. فهذا كان اول مرض بمرض فيه. صدمتي الأولى، مسموح لنا نزعل، مسموح لنا نحبط، مسموح لنا، ولكن هاي 10%. بعدين بعد الزعل كان حابة أوصل فكرة إنه في 90% لسه بإيدي، فبيقيني سلمت أمري وتوكلت على الله وقلت أوكي أنا لساتني عندي طاقة ولسه أنا منتجة ولسه ناوية أحول الوضع لتحدي. والحمد لله أنا حاليا حياتي ممتازة، عائلتي معي، زوجي مساند جدا، شغلي طبعا معك كنت عارفة كيف شغلنا، إحنا شغلي بالتدريب كتير كويس، وأنا حابة أوصل فكرة للكل إنه هو مرض أنا بقدر أتغلب عليه. أنا إنسانة عندي التصلب اللويحي وليس العكس، أنا ما رح أسمح لهذا المرض هو يكون يتملكني صح. ويسيطر على حياتي صح. لأنه لسه أنا إنسانة منتجة. وهاي كان مين كان أكثر تأثراً بال يعني بهالتجربة لما أنت حكيتيها قدام جمهور؟ حسيتي الشباب هني أكثر تأثراً ولا مثلاً؟ تعرفي بستغربي قديش في ناس إجوا لعندي يقولوا لي، بس أنا حابة أقول لك أنا عندي وأنا أختي وأنا أمي وأنا بس إحنا كنا مفكرين إنه هي نهاية العالم طبعاً، بس كثير كان محفز، وانه مش باين عليكي انت ليش مش محبطه. قلت لهم لسه ما عندي تاريخ انتهاء صلاحيه. الحمد لله والحمد لله، فيقيني يعني قوي والحمد لله يعني. وهذا اللي بنحكي عنه دائما، الايجابيه وبث الروح الايجابيه اللي هي مش شعارات، الواحد زي ما مثلا الله امتحنك انت بالفعل طبعًا. اثبتي انه يعني هذا الاشي عم بتطبقيه الحمد مش لله. فقط الحمد لله. امور تنظيريه. تهامه كنت مسؤوله عن انا احب الاردن، هالحاره اللي وصلتوا فيها أكيد مفاهيم عن الانتماء أو عن الأردن بشكل عام بطرق غير تقليدية. احكي لنا بداية عن محتوى السيشن تبعتك، ويعني كمان الأفكار الأخرى اللي كانت موجودة بهاي الحارة. بحارة أنا أحب الأردن رحنا اخترنا جهات أو أشخاص عندهم أفكار إبداعية أو عندهم تجارب مختلفة بالتسويق والترويج للأردن. يعني ما حبينا أنه إحنا نيجي ونحكي للشباب زور البتراء، ليش لسه ما رحت على جرش، ليش ما زرت المناطق السياحية، كيف انت ما أكل المناطق السياحية. جبنا ناس يحكوا عن تجاربهم بطريقة مختلفة. حلو. كان معنا أول إشي مثلا مجموعة مالكي دراجات هاردي ديفيدسون، فحكوا عن كيف هم بيقوموا برحلات داخل الأردن وكيف بنشروا السياحة وكيف بيصير عندهم تفاعل مع المجتمع المحلي كيف بالمناطق اللي بيزوروهم. كمان أطلقنا موقع إلكتروني لهيئة تنشيط السياحة، هي المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها، اسمه 99 نشاط يمكنك القيام به في عمان. عمان بالعاصمة، في عمان فقط. عمان حظها كتير قليل بالنسبة للسياحة الأجنبية وحتى السياحة الأردنية والعربية. الناس بيفكروا أنه عمان هي بس نقطة انطلاق عشان الواحد ينزل فيها على منها إلى جنوب الأردن أو يطلع للشمال ويزور جرش. فيها عراقة وأصالة فإحنا بهذا الموقع يعني بينا إيش ممكن 99 نشاط مختلف ممكن يلبي يعني احتياجات الناس المختلفة، أفراد العائلة بشكل كبير. كمان كان معنا المصور المعروف طبعا زهراب، فرجانا صور قديمة وجديدة للأردن. نعم.
هلا بدنا ننتقل لك خالد. خالد انت كنت بحاره اكيد لها علاقه بالانترنت والتواصل اكيد بس فحوى السيشن او المحاضره، ما بنسميها محاضره لانها كانت كلها شغلات تفاعليه بطريقه يعني ملفته، ايش كانت وكيف بتقيم بشكل عام مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن؟ قبل شوي سمعناك عم بتقول 33% من الاشخاص موجودين على الفيسبوك. أنا كنت عم بعرض معلومات مصورة اللي هي إنفوغراف جديد سويته عن عدد مستخدمي الفيسبوك بالعالم العربي كله. أوكي. وكانت معلومات شوي جديدة، وكمان هلأ عم بسوي واحد تاني لتويتر إن شاء الله. كان تفاعل جيد من الحضور، وكانوا بيسألوني بعض الأسئلة، كيف ممكن المعلومات هاي تفيدنا، إيش كيف ممكن نترجم المعلومات هاي للأرض الواقع. فكنت بحكي لهم أنه يعني كل الإثباتات والستاتستيكس عم تحكي أنه الشباب موجودين على الإعلام الاجتماعي. طبعا. وهاي فرصة كبيرة أنه الشركات والحكومات تتواصل مع الشباب عن طريق الشبكات الاجتماعية. بالنسبة للأردن، الأردن تعتبر ثاني دولة عربيا من حيث نسبة تواجد المواطنين على شبكات الإعلام الاجتماعية. نعم. لا نسبة تعداد سكاني، يعني نسبة وتناسب يعني. نعم. ف 34% تقريبا، يعني هذه تيجي رقم 2 بعد الإمارات. وبتويتر احنا كنا تقريبا 17,000 نشط على التويتر قبل 6 أشهر. نعم. وهلا صرنا 39,000، أكثر دوبل، أكثر من دبل يعني، أكثر من دبل. فعم بيزيدوا أكثر وأكثر موجودين على الشبكات الاجتماعية. نعم. وهذه يعني دليل إنه لازم الحكومات والشركات والبراندز إنه شو تشيل الفجوة اللي بينهم وبين المواطنين وتتواصل معهم هناك. نعم. يعني إحنا هلا مش بصدد نحكي عن سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا بتهيأ لي هذا قرار واختيار لكل شخص قد ايه بده يستفيد. نعم. من هاي المواقع. أنا حابة لا نركز على الإيجابيات، قد ايه بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي وظفت يعني أو فادت كتير من الأفكار، القضايا المطروحة، وخففت هالفجوة حتى ما بين الشباب وما بين ناس قادة ومؤثرين ومسؤولين. أكيد. مثلا عن طريق تويتر ممكن أي مواطن عادي يتواصل مع مسؤول حكومي أو مسؤول كبير بشركة معينة بدون أي حواجز. فمثلا بيحضرك أسماء هلأ مثلا؟ مثلا زي الأميرة غيدة. هي نشطة جدا بالنسبة للسرطان، محاربة. نعم. السرطان. كمان في انيشيتيفز كثيره زي مثلا وزير الخارجيه ناصر جوده مثلا. ممكن اي شخص يتفاعل معه بشكل او باخر وبيجيب عليه في الحال. صح. فمش لازم تروح على الوزاره ويطلب مقابله له، عن طريق التويتر بتفاعل معه. طبعا. يعني شخصيا. نعم. هلا بالنسبه للمحتوى، بالنسبه للشبكات الاجتماعيه هو عباره عن محتوى والكل بيساهم باثراء المحتوى. صح. هذا. صح. فكل واحد عنده الخيار انه يكون الاثراء تبعه ايجابي ام سلبي. نعم. والشبكات الاجتماعيه بالاردن ساعدت، بالدول العربيه ككل يعني، ساعدت الاشخاص بايجاد فرص عمل، بايجاد استثمار لفكرتهم. صح. بتعرف على البلد يعني بالترويج حتى للبلد. طبعا. نعم. بالضبط. قد ايه نشيطه انت دانا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله انا بتابع، بحب اتابع كون شغلي بالتدريب والتطوير. نعم. بتطلب مني اني كثير اضلني اتابع شو عم بيصير بمجالات تطوير الموارد البشريه. كثير مهم بالنسبه. صح. لي عرفتي بهذا المجال وبعلم النفس كثير مهم. نعم. بالتويتر شوي بتابع، بالفيسبوك شوي ضعيفه. بس بالنسبه لشغلي كثير ضروري اضلني متابعه. عرفتي كيف؟ هلا عرفنا قد ايه حضرتك كنت قيمه مضافه بالمهرجان وللمطلقين اللي كانوا موجودين وتفاعلوا معك، بس دي مهرجان أضاف لدانا جويحان؟ بتعرفي أنا كنت كتير مبسوطة إنه كان إلي شرف إني شاركت بهذا المهرجان. كتير تجربة مبدعة كانت، وكتير حسينا إنه هي طريقة جديدة كتير وملهمة عشان نقدم ونروج للفكر الجديد. صح. عرفتي كيف؟ وأنا كتير عندي ثقة إنه المرة الجاي لما يكون على نطاق حتى أوسع رح يكون في ترويج للأردن. طبعا. وللأفكار وللخبرات اللي موجودة
موجودة عندنا. صح. وفي إلهام للشباب. طبعًا. فإن التغذية الراجعة اللي رجعت لنا كتير كان تأثيره إيجابي. يعني إحنا يعني بشكل عام يعني أي شخص مصاب بمرض معين إحنا بنعرف إنه بتخبى وراء مرضه أو أتليست يعني بخبيه 100%. فيعني قديه يمكن أعطاك فكرة المهرجان ورسالة المهرجان دافع إنه أنت تتفاعلي مع الناس، لأنه في أشخاص كتير يمكن تحديات اللي عندهم كتير أقل، لكن هم مقيدين فرصة أنفسهم. إنه شوي نزيد الوعي، هو المرض شوي عم بيزيد بأعداد كبيرة، فلازم يكون في شوية وعي. وبتعرفي هنا أنا حابة أحكي إنه كان في عن جد مشاركة كتير منيحة، احترامي كتير لخالد، إنه كان في مشاركة حوالي 37% للعنصر النسائي. طبعًا. فكنا كتير فاعلين، وكان فرصة إنه نعطي شوية أفكار وتوعي للكل. صح. إنه صح. بالنسبة سواء للمرض اللي أنا عم بحكي عنه أو أي أفكار تانية، إنه حلو نزيد الوعي طبعًا فيه طبعًا. للكل. يمكن هيك الكلمة الأخيرة معك تهامة، بما إنه حضرتك بهيئة تنشيط السياحة وإحنا مقبلين على الصيف، في هيك في رؤية معينة للسياحة للترويج للسياحة بالأردن؟ طبعا. يعني للأسف إنه إحنا بنحكي هيك، بس مرات زي ما بيقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد، والله يحمي يا رب كل المنطقة العربية ويخفف عنهم جميعا. لكن إحنا متوقعين يمكن ازدياد في نسبة السياح هذا الصيف، ما بعرف قدي في توقعات يعني واقعية أكثر. زي ما تفضلتي احنا متوقعين موسم سياحي ممتاز هذا الصيف. في تركيز على الأسواق العربية اللي إن شاء الله رح يزورونا هذا الصيف. في عدة مهرجانات وفعاليات بالأردن عم بتصير هذا الصيف اللي هي رح تشجع وتستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار للأردن. نعم. بلشنا مع الصبايا وبدنا ننهي معك خالد بالكلمة الأخيرة، إذا صحت لك فرصة المشاركة بمهرجان الفكر الجديد بتشارك مرة تانية؟ وشو بتحكي لكل الشباب والمشاهدين اللي عم بيحضرونا، واللي أكيد كل حدا بالنهاية عنده نقطة قوة معينة حلو يطلع له او صح له الفرصه انه يبرزها يفيد غيره من خلاله؟ اكيد ان شاء الله حشارك انا السنه الجاي، وحيكون مهرجان اقليمي مش فقط اردني، وانا بنصح الكل يشارك فيه، لانه مش بس ممكن يشارك بايش عنده من فكره نجاح، بس برضه ممكن يتعلم شغلات جديده. صح. من صح. الناس الثانيين. نعم. فالكل بنصحهم ان يشاركوا معنا ان شاء الله السنه الجاي. احنا سعيدين جدا بمشاركتكم معنا في برنامج يوم جديد، شرفتونا بالفعل. اهلا وسهلا فيكم دانا جويحان، تهام النابلسي وخالد الاحمد، كل التوفيق. ومشاهدي بعد هالفاصل السياحي استكمال لفقرات يوم جديد، خليكم معنا.